السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. الله يبارك فيكم. أشكركم ويبارك فيكم. وإياكم وفيكم. وخيرا على كلمتكم اليوم في عن البدع التي تحدث هذه الأيام، والله كانت كالصواعق المرسلة يعني. الله يبارك فيك ويكرمك. جزاكم الله خيرا والله. وفي كلمات يعني أقولها يعني تأثرت بها جدا. يعني ديننا الوضاء ثارت حوله غبرة من شبه المبطلين، من يد ترميه في وضح الضحى ويد ترميه من خلف الدجون. الغارات شعواء شبهات وأهواء، ما لها إلا العلماء. يا أيها العظماء يا علماءنا، فضا لحركات الثائرين على الدين، وصرعا لباطلهم بالحق المبين في حبل الوتين. هزوا القرى من كهفها ورقيمها، أنتم لعمر الله أعصاب القرى. أي ملاح السفينة في العواصف العاتية، العاصف عارض والسلامة أصل، والأصل لا يعتد بالعارض. أنتم ربانها والناس في ليل جهل وضلال ومجون. فإن غاد ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما، دبرتها الضفادع. ومن بات ضيفا بالضفادع نازلا، فإكرامه منهن بالطين أو بالماء. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب والله. وجزاك الله كل خير. لكن سمعت كلمة أحببت أن أضيف إليها إضافة لا بد منها، وهي قولك: ما لها إلا العلماء، ليس لها إلا الله ثم العلماء. نعم. الله يبارك فيك وأشكرك. السلام عليكم ورحمة الله. سلام.